السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواتي الكرام، مرحبا بكم في قناه مطبخ داري. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيكه كتجي عباره عن طبقات كيك بارد. فانا يعني غادي نحضرها للضيوف ديالي، قلت علاش لا ما نشاركش معكم شنو غادي نحضر يعني في العشيه كامله. غادي نبداو بالكيكه. بالنسبه للملاوي ولي شوسون داكشي اللي غادي نحضر، فانا غادي نخلي لكم الرابط ديالو في اسفل الفيديو حيت كلهم ديجا درتهم في القناه. فعلى بركه الله غادي نبدا. غادي نحتاج كاس دقيق، نصف كاس ماء، نصف كاس زيت، نصف كاس سكر، يعني حسبوا سبع ملاعق كيجيكم نصف كاس، جوج ملاعق من الكاكاو المر، بيضتان، وجوج بيكين باودر من فئة 7 أو 8 غرام، واحد سكر فانيلا أيضا من فئة 7 أو 8 غرام. فعلى بركة الله غادي نبداو بطريقة التحضير. غادي نوضع البيض، بسم الله، وغادي نطربو جيدا. ممكن انكم تستعملوا الخلاط الكهربائي او الخلاط اليدوي. كما كتلاحظوا غادي نضيف عليه سكر سنيدة و الفانيلا. ممكن تعويض الفانيلا يعني هذه كما كتلاحظوا معايا بالفانيلا السائلة. نخلط جيدا، من بعد ما خلطت البيض جيدا غادي نضيف الماء والزيت وايضا الكاكاو. هنا انا يعني استعملت الكاكاو المر. خلطوا جيدا، وغادي نضيف كأس من الدقيق. يعني انا غادي نستعمل 8 ملاعق ايضا ديال الدقيق، او 7 عفوا، حسبوا 7 ملاعق ديال الزيت، 7 ديال الدقيق، و7 ديال الماء، 7 ديال الزيت، و7 ديال السكر. يعني انا مازال كيخصني نزيد ملعقه حيت الكاس ديال العنبه هز لي فقط 6 ملاعق. غادي نضيف كما كتلاحظوا معايا البيكين باودر. في هاد الاثناء هادي راني رديت الفرن يسخن. غادي نخلط جيدا، نجبد اناء كما كتلاحظوا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وغادي نخوي وخليط. على هذا الشكل هذا
وغادي نردو يطيب على درجة حرارة يعني قليلة باش وما تحلوش على الفران. كما قلت لكم راني رديت الفران يسخن يعني كندخله الفرن وهو ساخن، وغادي نخليها يعني تقريبا 20 ديال 20 دقيقة حيت فيها غير نصف المكونات، ونعاودو نتلاقاو اخواتي. فبالنسبة للطبقة ديال الثانية فانا غادي نوجدها قبل يعني ما طيب لي الكيكة. غادي نحتاج واحد نيدو، ساشي ديال نيدو من فئة 60 غرام كما كتلاحظوا، وغادي نحتاج 3 علب ديال الياغورت كما كتلاحظوا. فانا درت جوكي، ممكن انكم ديروا بيرلي، عاده كندير بيرلي غير ما توفر ليش دابا، وكنظن هما بجوج بحال بحال، وملعقه من سكر سنيده. فعلى بركه الله غادي نوضع ياغورت، غادي نضيف نيدو كما كتلاحظوا وملعقة من سكر سنيدة. وغادي نخلط نمزج الكل يعني جيدا حتى ما يبقاوليش فيه الحبيبات، تيولي على شكل كريمة. اخواتي فانا نسيت ما قلت لكم جوج قطع ديال جبنه كيري كما كتلاحظوا معايا، وغادي نمزجهم كاملين جيدا. اخواتي فمن بعد ما خرجت الكيكه من الفران كما كتلاحظوا كتجي خفيفه، كنشوفوا بالكوردون واش راها طايبه كما كتلاحظوا معايا. كنخوي عليها داك الخليط اللي درنا ديال الياغورت كيري ونيدو، نوزع جيدا. يعني كنصوبوها وهي مازال سخونة، وغادي ندخلها للفرن حتى تماسك الطبقة هذه، ونوجدو الطبقة الثالثة. اخواتي بالنسبة للطبقة الثالثة فانا غادي نحتاج كأس من سكر سنيدة، غادي نحتاج واحد فلون فاني وجوج فلون شوكولا، وملعقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان، وجوج كؤوس من الماء. فانا غادي نوضع ملعقه ديال قهوه سريعه الذوبان نخليها تطلق في الماء، وبالنسبه للسكر فانا غادي نضيف عليه الفلون باش ما يتكورش يعني في وسط الماء، اخواتي كما كتلاحظوا معايا. فمن بعد ما درت الفلون والسكر رديتها فوق
البوطات تغلات مزيان يعني واحد جوج ديال الغليات، وعاد داك الساعة غادي نكبها فوق الكيك ديالي. بسم الله. هذا الشكل هذا، وغادي تخليوها على الاقل 3 ساعات عاد ممكن انكم تناولوها. اخواتي كما كتلاحظوا معايا فهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك، كيجي على هذا الشكل هذا. فانا ذوقته يعني بالقرقع من الجوانب. بالنسبه للملاوي فانا سبق لي وحطيتهم لكم في القناه، يعني كنعتذر بزاف حيت ما مصلح ليش انني نصور لكم كل شيء لضيق الوقت، راكم كتعرفوا فاش كيكونوا الضيوف في الدار. وهادو كذلك الملاوي على شكل وردات هما سبق لي وحضرتهم لكم وحطيتهم لكم في القناه، كيجيو هائلين في المذاق صراحه، وحتى في المنظر كيجيو جد راقيين. وهادو حتى هما القرص او القراشل حتى هما ديجا حطيته لكم. اما بالنسبه للاشياء الاخرى فصراحه ما صلح ليش انني نصور، كنعتذر منكم بزاف. وبالنسبه يعني لهاد الاشياء اللي حضرت فانا غادي نحط لكم الروابط ديالها اسفل الفيديو. فإلا عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم. ونهايه الوصفه دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.